السلام عليكم اخواني، كيفكم؟ شو اخباركم؟ هذه روستوك، طبعا طالعين على بالعباره ان شاء الله على الدنمارك على جيتسر. المسافه ساعه و55 دقيقه والتكلفه 120 يورو. طبعا هذا مكان المرفأ تاع روستوك. هون هذا ترايدوك طبعا، وعندكم هناك في سفن ورافعات، وهناك في باخره كمان داخله على المرفأ. هون الشاحنات اللي بدها تطلع بالعباره للدنمارك على جيتسر. طبعا هذه جيتسر مدينه اخواني، مثل روستوك، مثل المانيا، مثل مدينه بالمانيا، بس هذيك جيتسر بالدنمارك. هذا مكان الصعود للعباره. طبعا هذه العباره اخواني نطلع فيها على الدنمارك على الو جيتسر وان واي. حاليا انا باتجاه العباره. هذه العباره تقريبا ساعتين يا ابو حليل. اخواني التذكرة 148 يورو. هذه التذكرة اخواني 148 يورو من المانيا للدنمارك. روستوك الى جيتسر. طبعا في عندكم شاحنات بتطلع معنا بالعبارة، فيها معدات وممكن يطلع صهاريج. هذا خط اللاين على اليمين اخواني، كمان كله طالع بالعبارة لكن بيطلع بالطابق الثاني. مثل ما قلت لكم هذا صهاريج طالع معنا، ممكن يكون في الصهاريج محملة حليب او مواد اخواني حسب. هلا حاليا ناطرين اللاين ليخلص عشان نطلع على العبارة. حاليا انا متجه الى العبارة، بس اليوم التذكرة اخواني غالية 148. هي بالعادة بتكون 120 125 يورو تقريبا، بس اليوم غالية. نحن طالعين على الطابق الاول. طبعا اللاين اللي شفتوه على ايدي اليمين طالع على الطابق الثاني. مثل ما شايفين في طريق فوقي لونه ازرق، وهذه بواخر الكارغو البضائع عم تفضي حمولة بميناء روستوك بألمانيا. مثل ما شايفين اخواني انا حصف بالطابق الاول. طبعا في سيارات بتصف بالطابق الثاني، لكن قبل ما تشيكوا على السيارة وتقفلوها، اي شيء اغراض بدكم تاخذوه معكم خذوه، لانه بس تطلعوا لفوق ببقى فيكم ترجعوا تنزلوا تجيبوا الاغراض. البوابات تاعت الباركينات انتم ورايحين على السياره بتقفل، فاي شيء بدكم تاخذوه خذوه قبل ما تطلعوا. هذا المنظر من على ظهر السفينه، ظهر العباره، منظر البحر والغيوم. بس اليوم في هواء ما شاء الله. تقريبا مثل ما قلت لكم اخواني، انا ما شفت القياس، لكن تقديريا طوله 150 وعرضه 25 تقريبا. هذه ظهر السفينة. طبعا في اماكن ممنوع تفوتوا تتمشوا فيها، بيكونوا قافلين الحديد مثل ما شايفين هلا. هذا ممنوع تجتازوا الباب لقدام، لانه بيكون مناطق ممنوع الركاب يروحوا عليها. طبعا هي العبارة كبيرة، خمس طوابق، فيها مطعم، اكيد فيها حمامات، فيها صالة للجلوس. طبعا في عندكم قوارب نجاة موجودة بالسفينة للركاب وللطاقم من جهة اليمين، ومن الجهة الثانية من جهة اليسار. هذه القوارب اخواني، قوارب نجاة لطاقم السفينة، وممكن يستخدموها للركاب في حال طوارئ. مثل ما قلت لكم نحن حاليا بالطابق الخامس، الطابق السادس طبعا طابق القيادة مع مكان الأقطان.
اذا الواحد بحب يطلع على الطابق الخامس اخواني ممكن يتمتع بالمناظر البحر، مناظر السفينة من فوق، مناظر صراحة كتير كتير حلوة وبتروق الواحد عن جد، مناظر رائعة جدا. هذه مؤخرة السفينة مثل ما خبرتكم، طبعا العبارة سريعة ما شاء الله. هون في ناس بيطلعوا بيتشمسوا شوي او بيتمتعوا بالهواء النقي بالعبارة من فوق. هذه الصالة من تحت يلي بيحب ياكل او يشرب. الصالة صراحة كبيرة ومريحة وواسعة كتير يعني. في عبارة اخواني مقابل العبارة اللي طالعين فيها بس بعيدة شوي، عم حاول صراحة اجيبها بقرب لكم اياها. هذه الوقت المتبقي ربع ساعة للوصول الى ميناء جيتسر على الدنمارك. هذه المي مثل ما شايفين هي طبعا العبارة سريعة ما شاء الله. طبعا اليوم الجو حلو والشمس خفيفة لكن مثل ما قلت لكم في هواء. هذه الركاب هون قاعدين ناطرين الوصول الى ميناء جيتسر. طبعا القعدة فوق مثل ما خبرتكم قعدة كتير كتير حلوة ومناظر حلوة، والواحد بيروق شوي بعد ضغط هالسفر فبياخد مناظر بيتمتع فيها على الطريق. هذا السوق الحرة مثل ما قلت لكم فيكم تشتروا اي شيء. هون بيعملوا عروض بالسوق الحرة اوقات، فاذا بدكم تشتروا اي شيء موجود. باقي لنا 10 دقائق اخواني مثل ما شايفين. هذا مرفق جيتسر بس مبين شوي. هذا مرفق جيتسر بالدنمارك. باقي لنا 10 دقائق ان شاء الله بنوصل على ميناء جيتسر. راح انزل على السيارة. بلشت الناس الركاب تنزل اخواني كل واحد على سيارته. باقي 5 دقائق للوصول. طبعا بس صفت العبارة لازم الواحد يدور سيارته ويطلع بسرعة، اذا ما دور سيارته ممكن يعمل اعاقة للطريق اللي وراه او لللاين اللي خلفه. مثل ما شايفين اخواني في اماكن بالعبارة، فالعبارة تقريبا لسه في اماكن فاضية. شايفين اخواني في 2 لاين ما فيهم ركاب، ما فيهم سيارات. مثل ما شايفين اخواني في السايد اليمين واليسار 2 لاين فاضيين، الباقي كله فل. فتحوا البوابة حاليا، الناس والركاب عم تطلع من العبارة. مثل ما شايفين وراي كمان بلشت تحرك الشاحنات. اخواني نزلنا من العبارة على جيتسر، هذه المدينة في الدنمارك. يسعد مساكم اخواني، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. هلا نحن نزلنا بالعباره تعيد المانيا، اللي طلعت من المانيا عفوا، اجت على جيتسر، وان شاء الله انا باتجاه كوبنهاجن. الرحله تقريبا ساعتين، الساعه 1:10 بتوقيت الدنمارك. تأخر شوي لأنه في تفتيش انتربول الدنماركي، في تفتيش على الجواز. هذه جيتسر اخواني. طبعا مثل ما قلت لكم جيتسر هي مدينة بالدنمارك مثل روستوك بألمانيا.
لكن انا انتم عارفين طريقي، انا مرور بجيتسر، يعني راح احاول اصور لكم اياها قدر الامكان. الطبيعه الدنماركيه تختلف شوي عن الطبيعه الالمانيه او السويديه. الطبيعه الدنماركيه بشكل عام الجو غائم على طول، لكن اليوم مش بس الحمد لله. حاليا انا متجه على مدينة كوبنهاجن، بعد مدينة كوبنهاجن ان شاء الله الى مالمو الى السويد. طبعا اللي بيحب ياخد عبارة من روستوك الى تريليبورغ على السويد موجود، وفي عندكم عبارات من لوبيك من المانيا كمان باتجاه جيتسر او باتجاه تريليبورغ كمان موجود اخواني العبارات، لكن انا العبارة اللي طلعت فيها هي من روستوك الى جيتسر، وفي عبارات من روستوك الى تريليبورغ، بس انا اخترت هذه العبارة ليش؟ لانه حابب اروح بالبر انا، فمسافة العبارة هي مثل ما قلت لكم ساعتين، وفي عبارة طبعا مدتها اطول، في عبارة اقصر مدتها مثل العبارة اللي طلعت فيها من رودبي الى بوت جاردن، هذه مدتها اخواني 45 دقيقة. لكن في عندكم عبارة بتطلع من هلسنبوري الى هلسنجور، هذه مدتها 25 دقيقة. انا حاليا اخواني اخذ طريق الارياف بالدنمارك، بس ما اخذ طريق الاوسترات تاع كوبنهاجن، لاني بصراحة حابب اشوف الريف الدنماركي كيف شكله، هل هو احلى من الريف السويدي او من الريف الالماني. طبعا انا لقيت ضيعة صغيرة او قرية اسمها ماريا ليست، هذه قريبة على طريقي، حابب اروح اشوفها. هذه هي اخواني القرية اسمها ماري ليست، راح احط لكم اسمها على الفيديو اللي بحب يروح يزورها. طبعا ضيعة هي او قرية حلوة، جوها هادي رايق، فيها حركة وفيها شاطئ، فيها مطاعم، فيها محلات حلوة، اذا حدا حابب يروح يزورها راح احط لكم اسمها مثل ما خبرتكم على الفيديو. اليوم ماريا ليست اخواني في كتير كتير زحمة، يعني في ضغط ناس جايين كتير كتير اليوم. هذه الساحة تعيد قرية ماريا ليست، منطقة صراحة حلوة هذه، وهي بنفس الوقت منطقة ريفية وشكلها فيها سياحة. هون على يميني في كافي شوب مطاعم، حصلت مطعمين ثلاثة وفي كافي شوب، فمثل ما قلت لكم منطقة سياحية، لكن هي صغيرة، ضيعة صغيرة، أو أنا بسميها قرية صغيرة ماريا ليست، لكن جوها حلو، بس فيها سياح كثير اخواني، لانه انا عم بنتبه على السيارات، في منهم جاي من المانيا وفي منهم من السويد، فبعتقد منطقة صغيرة لكن سياحية شوي، فيها حركة وفيها اليوم زحمة. على كل حال انا حبيت ادخل على ماريا ليست، حبيت شوفها، حبيت شوف، فكرت انا يعني اكبر من هيك لكن هي صغيرة، بس بصراحة انا حبيتها، منطقة هادية وريفة حلوة. حاليا انا متجه على طريق الايفيرا، طريق السريع باتجاه مدينة كوبنهاجن، ان شاء الله تكمل الطريق الى مالمو الى السويد. طبعا راح ادخل بجسر اسمه، والنفق هو تابع للدنمارك، والجسر اخواني هو اسمه كالعادة انتم بتعرفوه اسمه اوريساند. طبعا طول الجسر مع النفق هو 11 كيلو متر، وبس خلص من الجسر في عندي حدود السويد، مثل ما بتعرفوا انتو سبق وخبرتكم الدفع الرسوم 550 كرون، ما يقارب تقريبا 55 يورو. حاليا في هذا الجسر قدامي، هذا الجسر اخواني مثل ما قلت لكم، هذا انتم طالعين من مدينة جيتسر باتجاه كوبنهاجن. يلي بحب يعرف شو اسمه لهذا الجسر حطيت لكم اسمه تحت بالشاشة. طبعا جسر حلو، اعتقد طوله تقريبا شي 1200 1300 متر.
ارتفاعه 26 متر، لكن طوله مثل ما قلت لكم بعتقد 1300-1400 متر. هذا الجسر بيفصل بين طريق جيتسر انتوا رايحين باتجاه مدينة كوبنهاجن. طبعا هو نهاية الجسر في قرية أو ضيعة صغيرة اسمها فارون. هذه القرية اسمها فاروه، هي موصولة مع الجسر وموصولة باتجاه مدينة كوبنهاجن. حاليا وصلت على نهاية الجسر وأنا متجه بطريقي إن شاء الله إلى مدينة كوبنهاجن. اليوم في زحمة بصراحة بالدنمارك، وبالعادة مثل هالوقت الساعة تقريبا هلأ عندي حاليا 2:30 بتلاقوا زحمة خفيفة، لكن اليوم بصراحة في زحمة كثير، يعني الحركة قوية تعيد الأسترادات اليوم بالدنمارك. الوقت المتبقي للوصول إلى كوبنهاجن 100 كيلو متر إخواني، يعني تقريبا بدي ساعة. ومن كوبنهاجن إلى جسر أوريسان إلى مالمو 30 كيلو متر. وأخيرا وصلنا إخواني، دخلنا النفق 11 كيلو متر بين الدنمارك ومالمو، وبعد النفق جاي جسر. وصلنا إخواني على نهاية النفق وهلا قدامي الجسر. هذا الجسر اسمه جسر أوريسان. هذا الجسر اللي بيوصل بين الدنمارك والسويد. طبعا هناك في سكة حديد، هي سكة قطار بتطلع من السويد إلى كوبنهاجن، ممكن يروح القطار لألمانيا أو بلجيكا أو فرنسا. ما شايفين على طريق أوستراد بالدخول إلى الدنمارك في زحمة كتير، يعني كتير زحمة. بعتقد يمكن مشان موضوع كورونا وما كورونا أو موضوع الحظر. أنتوا عارفين إخواني إنه السويد ما عندها حظر كورونا. طبعاً إخواني أول ما دخلت الجسر إلى الآن الزحمة ما خلصت أبداً. طبعا هذه كل السيارات جاية من السويد، ومثل ما قلت لكم بعتقد انه موضوع في عشان كورونا وما كورونا، لانه انتم عارفين السويد ما عملت حظر على كورونا ابدا. ما شاء الله كثير زحمة اليوم، يعني تقريبا راح وصل على نص مسافة الجسر لسه الزحمة موجودة. هذه اللافتة الزرقاء طبعا حدود السويد سفيريا. اخواني سبق وخبرتكم على طول الجسر 7 كيلو و800 متر. طبعا عندكم النفق البحري طوله 3 كيلو و500 متر، فالمجموع تقريبا الجسر مع النفق البحري بين الدنمارك والسويد ما يقارب 11 كيلو متر. طبعا في هندسة رهيبة عجيبة اخواني، منظره حلو رائع كتير. انا سبق صورت لكم اياه اعتقد بالليل، نزلت فيديو كانت الرحله من السويد باتجاه المانيا او باتجاه تركيا، لكن هلا الرحله جاي انا من المانيا باتجاه الدنمارك باتجاه السويد. فمكلف الجسر كتير ساعات عمل ومنظره حلو رائع. طبعا اخواني هذه من هناك لهون على يعني اليمين واليسار، هذه مدينه مالمو. هذه أول مدينة في السويد من جهة الجنوب، يعني إذا أنت حابب تروح الدنمارك أو حابب تدخل من الدنمارك إلى السويد ف يعني لازم تدخل الماي. الجو كتير رائع وشوب، والبحر هذه ما شاء الله. واخيرا اخواني دخلت السويد الحمد لله. دفعت رسوم 555 كرون، ما يقارب تقريبا 56 يورو. والحمد لله الامور كلها كانت تمام. فتشوا السياره بالدمارك، لكن تفتيش خفيف.
كانت الامور كثير كانت سريعه، والحمد لله الله سهلها. وحاليا انا بالسويد باتجاه مدينه جوتنبورغ، الساعه حاليا عندي 4:15 العصر. اخواني اللي ما مشترك بالقناه كالعاده اشتركوا فيها، ولا تنسوا اللايك والدعم والتعليق، وحاولوا تعملوا شير للفيديو اذا عجبكم. ولو حبيتوا تكتبوا لي بالتعليق شو حابين تستفسروا بالرحله، او حابين تكتبوا لي معلومات ممكن تفيدني بالرحله. ان شاء الله راح الاقيكم برحله جديده بفلوج جديد. انا حاليا متجه الى يوتيوبوري محل ما انا ساكن، طبعا مرأة دي مالمو. لا تنسوا الدعم اخواني، هذا الشيء كثير بيفيدني بالقناه. ان شاء الله راح اشوفكم برحله جديده بفلوج جديد. دعواتكم الطيبه كالعاده، اخوكم دايفر ترافل.